فارق بين حكومة السيد السوداني وبقية الحكومات التي مضت، إنها حكومات رسخت الهويات الفرعية في إدارة الدولة، وهذا خطأ استراتيجي. والآن نرى أن هناك توجه لتحقيق خطاب وطني، وحدة وطنية، والأهم هو تحقيق حالة الازدهار والإعمار. هذه قضية الإعمار باتت ضرورة، وهي متاحة لا سيما في ظل وفرة مالية وفي ظل إرادات وطنية قادرة على أن تحقق الإنجاز، ولكن هذه مشروطة في معادلة. إذا كنا في النظام السابق نتحدث عن نظام الحزب القائد الذي لا يقبل التعددية الحزبية، وتحولت المعايير إلى التعددية الحزبية، كان الأجدر بالأحزاب أن تفهم أنها وكالة تنشئة اجتماعية تربي أجيال على حب الوطن وعلى القيم والمثل العليا، لا أن تتقاطع فيما بينها وتتصارع على المصالح والامتيازات وترسيخ الهويات الفرعية. نحتاج بالحقيقة إلى نقلة نوعية، وهذه النقلة النوعية تتعلق بالتحديد في السلطة التنفيذية. السلطة التشريعية دورها تشريع ورقابة وإشراف. العنصر الفاعل في الميدان هي السلطة التنفيذية. إذا استطاعت السلطة التنفيذية أن تتحرر من هيمنة الأحزاب التي لا زالت تراهن على الهويات الفرعية العرقية الإثنية الطائفية، ولم تفهم أن الأوطان لا تنهض إلا بإرادة وطنية حيث يتوحد الأفراد والجماعات تحت عنوان واحد، فيبدعون ويقدمون العطاء تحت مظلة الوطن. ففي تقديري أنه تحدي السيد السوداني في هذه المرحلة خطر جدا. أما أن ننهض ونذهب باتجاه أن نكون دولة لها معايير في التوازنات الإقليمية أو الدولية، أو نبقى تبع، وهذه التبعية مصداقها زيارة الولايات المتحدة. نعم. حينما ترحل إلى الولايات المتحدة أحمل هموم وطن ومشروع وطني، ولا تلتفت إلى من يرغب في جرنا إلى التوازنات الإقليمية والدولية، لأنه أصل العلاقات الدولية تقوم على المصالح العليا للدول وليس بالطبع للجماعات أو الأحزاب أو الطوائف.